عامي كلية تيرا سانتا في الأردن الأب رشيد مستريح. إن الكلية قامت منذ السنوات الثلاث الماضية باعتماد التعليم الإلكتروني ضمن منظومة كاملة للمدرسة، إلا أنها وبسبب الظروف الراهنة لتفشي وباء كورونا في العالم ووقوع إصابات بين المواطنين في المملكة، فقد قامت الكلية منذ الشهر الماضي بتطبيق برنامج التعليم عن بعد لكافة الصفوف الدراسية، وأضاف قائلاً: اليوم وبعد مرور شهر تقريباً على تعليق الدوام الدراسي بسبب تفشي وباء كورونا، في إمكاننا الحديث عن خبرة تطبيق برنامج التعلم عن بعد في تيرا سانتا، حيث بدأنا بالضبط يوم الثلاثاء 17 آذار في بث الدروس المباشرة أونلاين لكافة الصفوف في الكلية وبالتالي لأبنائنا الطلبة. موضوع التكنولوجيا عام مثل ما بنعرف في كل المدارس وعنا في تيرا سانتا يعود إلى سنين طويلة، ولكن في السنوات الثلاث الأخيرة قمنا في اعتماد منظومة كاملة للمدرسة الإلكترونية أو ما يسمى في الإسكول، وكنا في السنتين الأخيرتين نقوم في تطبيق القسم الإداري أي السكول مانجمنت سيستم، وكان موضوع الإي ليرنينج موجود ضمن خطتنا التطويرية للعام الدراسي القادم، ولكن مع التحديات التي ظهرت قمنا في الأسابيع الثلاثة اللي سبقت تعليق الدوام المدرسي في إعداد أيضاً القسم اللي تحدثت عنه وهو Learning Management System. الآلية اللي اعتمدناها هي كانت من خلال عمل مع كل الأقسام في الكلية، أقول مع أسرة تيرا سانتا الكبيرة. إذن قمنا في تحديد الخصائص التي نريدها للبرنامج الإسكول والإي ليرنينج بالتالي، فيما بعد تم تدريب المعلمين، تبعها أيضا تزويد أولياء الأمور والطلبة في تعليمات التي عليهم أن يتبعوها من أجل المشاركة في الحصص، وأيضا من خلال فيديوز توضيحية وتزويد الطلبة أيضا في برامج الدروس اليومية. يبدأ برنامج الدروس الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 6:30 المساء مقسم لكل مرحلة وحاجياتها والوقت الزمني وحسب الفئة العمرية. الآلية يعمل فيها الجميع من خلال الأهل في متابعة الأبناء، الطلبة من خلال الالتزام بالحصص، قسم تكنولوجيا التعليم في متابعة المعلمين في إعداد الدروس، وأولياء الأمور من أجل الوقوف عند المشاكل التقنية التي قد تظهر وبالتالي في حلها. أستطيع القول إنه الجميع كان يعمل كخلية نحل. اليوم كيف يطبق هذا البرنامج؟ اليوم بعد مرور شهر نحن نشعر بأننا أصبحنا أقوى، الجميع تمكن من هالخبرة خاصة التقنية. مثل ما ذكرت الطالب عنده برنامج يومي يقوم فيه اتباعه من البيت والمعلم أيضا من بيته. الآن يعملون كلهم ضمن خطة دراسية تقويم مدرسي، طبعا منحترم فيه نحن قرارات وزارة التربية والتعليم، ولكن نحن عنا رؤيتنا أيضا الخاصة في تيرا سانتا. إذا الطالب عنده التقويم، عنده الخطة الدراسية في أيام الدراسة، أيام الأعياد ويتبعها. الخصائص اللي تم تطويرها على البرنامج رائعة، أذكر منها فقط أنه على سبيل المثال التقرير اللي بيطلع بعد كل حصة دراسية لرئيس القسم
وبالتالي لمعلم المادة عن الطلاب اللي حضروا واللي ما حضروا الحصة، وبالتالي في إمكانه أنه يتابعهم ويتصل معهم ومع أولياء أمورهم. منسق المادي يستطيع أن يدخل أيضاً إلى الحصة الأونلاين ويحضرها أو يحضر قسم منها. في خصائص كثيرة تم اعتمادها اليومين الماضيين بتخص الواجبات والفيدباك اللي بيعمله المعلم لواجب الطالب، خصائص بتخص الاختبارات القصيرة، والآن عم ندرس إمكانية أيضاً الخصائص من أجل إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي. الطالب بيعرف عنده دروس، الطالب بيعرف في عنده هالأيام اختبار، الطالب بيعرف أيضاً أنه في عنده علامة العلامة التحصيلية للشهر الثالث يستعد أيضاً لإلها، والاختبارات قائمة. اليوم في إمكاننا الحديث عن خبرة رائدة في هذا المجال التعلم عن بعد، شاركت فيه أسرة الكلية، أولياء الأمور مفخرة في متابعتهم وتواصلهم، الطلبة أظهروا جدية عالية والتزام عالي جدا، المعلمين أظهروا شغف مشكورين عليه في التواصل واستمرارية التعليم وتغطية المنهاج الدراسي لأبنائنا الطلبة. الموضوع بالنسبة لنا في تيراسانتا يتخطى تقديم المعلومة. اليوم التحديات صعبة وقاسية، كان لابد من إظهار بالتوازي لهذه التحديات محبة متميزة نحسس طلابنا فيها وفي عنايتنا فيهم، لحتى تكون علامة عن الحياة وعن تجدد الأمل في مستقبلهم وفي أحلام نجاحاتهم. الرب يبارك الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وفصح مجيد.